السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة بتشوف القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعم القناة يصلكم كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن جينيتيف المضاف إليه، مثل باللغة العربية مضاف أو مضاف إليه. The genitive apostrophe s and apostrophe. إذا نتكلم فيه عن المضاف أو المضاف إليه، يعني كيف يكون عبر عن ملكيتي لشيء ما. أريد أن أقول سيارة أخي باللغة الإنجليزية، سيارة أخي. نعرف my brother أخي، brother أخ، my brother أخي، سيارة أخ. لاحظ نكتب brother car، نضع apostrophe s، brother's car تصبح سيارة أخ. أريد أن أقول سيارة أخي، my brother أخي، أضع apostrophe s car تصبح my brother's car، سيارة أخي. إذن هذا درسنا اللي راح نتكلم فيه عن genitive المضاف إليه، كيف أشكل مضاف إليه باللغة الإنجليزية. كيف أشكل genitive يعني مضاف إليه، أو أريد أن أتكلم عن شيء أملكه. The children، أعرف children أولاد، bag حقيبة. كيف نقول حقيبة الأولاد؟ فقط بعد children أضع apostrophe s تصبح the children's bag، حقيبة الأولاد. إذا وضعنا s bags حقائب، the children's bags حقائب الأولاد. المثال الثاني علي car، سيارة علي. نريد أن نقول سيارة علي، يعني علي يملك هذه السيارة، نضع apostrophe s تصبح Ali's car، سيارة علي. أو ممكن نستخدمها، نستخدم of، a car of Ali، الاثنين صحيحة، سيارة علي. إذا المضاف إليه ممكن نحقه بشيئين، يا أضع apostrophe s أو أضع of. لكن إذا وضعت of الشيء المملوك بالأول بعدين of والمالك، Ali's car نفسها، a car of Ali. أيضا the children's bag ممكن نكتب bags of the children. إذا الاثنين صحيحة، حقائب الأولاد نضع الشيء المملوك بالأول، bags of the children حقائب الأولاد. إذا الاثنين صحيحة. ننتبه لهذا الجدول كيف أشكل genitive المضاف إليه باللغة الإنجليزية. يا أما أضيف apostrophe s الحالة الأولى، أيضا أضع apostrophe s الحالة الثانية، أو فقط أضع apostrophe أو أضع apostrophe s. إذا لاحظ كلها تضع apostrophe s، لكن حالة وحيدة أضع فقط apostrophe. لاحظ متى أضيف apostrophe s؟ إذا كان singular nouns أسماء مفردة، مثلا the cat's ears. لاحظ cat قطة، ears أذان. نريد أن نقول أذان القطة، the cat's ears أذان القطة. إذن هذه لاحظ نسميها apostrophe s. إذن s الملكية، يعني ears هي مضاف للقطة، مضاف إليه يعني the cat's ears. ونلاحظ نلفظ ال s the cat's، the cat's ears. أيضا the man، لاحظ الرجل، nose أنف، the man's nose أنف الرجل. أيضا وضعنا apostrophe s، لاحظ cat مفرد، man مفرد، وضعنا apostrophe s ونلفظ ال s هذه ز، إذا نلفظها ز، the man's nose. ننتبه هذه الاس ليست اس الجمع، اس الجمع هذه ear أذن، ears أذان. إذن هذه اس الجمع، هذا الاس نسميها apostrophe s or genitive apostrophe s. إذن الحالة الأولى إذا كان الاسم مفرد نضع apostrophe s، بعد الاسم المالك نضع هنا الشيء المملوك يعني مضاف إليه، ونلفظ الاس س ز، the cat's ears the man's nose.
الحالة الثانية إذا كان عندنا singular nouns أسماء مفردة ending in s تنتهي بs يعني تكون نهايتها s، هو اسم مفرد لكنه منتهي بs، عندئذ نضيف apostrophe s. نفس الحالة الأولى عندنا Mrs. Jones السيدة جونز، لاحظ فيها s، الكلمة توجد فيها s من ضمن أصل الكلمة، عندئذ نضع apostrophe s تصبح Mrs. Jones's shopping، إذن تسوق السيدة أو العائلة جونز. لاحظ نلفظ عندنا is بعدين أيضا is ثانية، يعني s الأولى ز والثانية ز، نلفظها is Jones's Jones's، لاحظين Jones's. إذا الحالة الثانية إذا كان الاسم منتهي بs نضع apostrophe s ونلفظها is. الحالة الأخرى أيضا plural nouns with s، إذا أسماء جمع منتهية بs عندئذ فقط نضع apostrophe. The boy's box، لاحظ boy ولد، boys أولاد، لاحظ هذه اس الجمع، عندئذ لا نكتب the boys نضعها apostrophe s مرة ثانية، خطأ، فقط نضيف apostrophe بدون s تصبح the boys box كتب الأولاد، لفظ نفس الجمع لأنه خلاص boys، بس من خلال الكتابة أو من خلال الحديث معروف أنه كتب الأولاد، لا نقول the boys is نضع s مرة ثانية، فقط نضيف apostrophe. انتبه هذا الاس نسميه اس الجمع ونضع بعدها فقط apostrophe the boys box. irregular plurals يعني الجمع الشاذة أو الجمع الشاذ أيضا نضيف apostrophe s. the children's home نعرف children أولاد، نضع أيضا apostrophe s children's home إذا منزل الأولاد، نلفظها ز the children's home. the sheep's teeth أسنان الغنم، لاحظ sheep غنم بحالة جمع، فقط نضع apostrophe s teeth تصبح أسنان الأغنام، إذن هذه apostrophe s، هذه ليست أس الجمع، هاي نسميها apostrophe s the genitive apostrophe s. إذن بالمختصر أما أضيف apostrophe s أو فقط أضيف apostrophe، متى أضيف apostrophe؟ إذا كانت الكلمة فيها أس الجمع عندئذ فقط نضع apostrophe، باقي الحالات نضيف apostrophe s. إذا كان عندنا كما قلنا أسماء أشخاص أسماء حيوانات فترة زمانية نستخدم apostrophe s أو apostrophe، إذا كان عندنا أشياء إذا كان لدينا أشياء أو أماكن نستخدم of construction يعني التركيب الموجود به of. the top of the hill يعني قمة التلة the top of the hill، لا نقول the hill's top بهالشكل هذا the hill's top، إذن هذا مكان أو شيء، إذن إذا كان عندنا أشياء أو أماكن نستخدم of. the top of the hill قمة التلة يعني قمة من التلة، لكن لا نقول من التلة the top of the hill، إذن هذا مضاف إليه. the window of the hotel، لاحظ hotel فندق ممكن نكتب windows the windows of the hotel نوافذ الفندق، لا نقول the hotel the hotel's windows بهالشكل هذا، لأنه عندنا مكان عندئذ نستخدم of the windows of the hotel. the top of the hill إذا كان عندنا أشياء أو أماكن نستخدم of، إذا كان عندنا حيوانات أو إنسان أو أشخاص نستخدم الحالتين of أو نستخدم apostrophe. the car of the man
سيارة الرجل أو the man's car، سيارة الرجل. الاثنين صحيح، استخدمنا apostrophe s أو استخدمنا of. بعض الحالات الاثنين صحيحة، ممكن استخدم of أو استخدم apostrophe s. The success of the product، success نجاح، product منتج، يعني نجاح المنتج. أو ممكن بدل the product's success، نجاح المنتج. الاثنين صحيحة. The future of the country، مستقبل البلد. أو أقلبها the country's future، مستقبل البلد. إذا بعض الحالات ممكن نستخدم of construction، يعني تركيب ب of، أو نسميه، أو الحالة الثانية the genitive apostrophe s. The success of the product، the product's success. The future of the country، the country's future. لحظة، هذا الأمثلة. Miss Brown's office is on the second floor. لاحظ office مكتب. Miss Brown، السيدة براون. Miss Brown's office يعني مكتب السيدة براون. إذن هذا مضاف إليه genitive. لحظة، نسميها apostrophe s، اسم ملكية، مكتب السيدة براون. أو نقول the office of Miss Brown. Is this the visitors car park؟ يعني هل هذا موقف سيارات الزوار؟ لاحظ visitor زائر فيها s، الجمع هذه عندئذ لا نضع s مرة ثانية apostrophe s، فقط نضع apostrophe بعد s الجمع. Is this the visitors car park؟ The men's toilet is on the left. Toilet حمام. لاحظ the men's toilet، إذن حمام الرجال، إذن هذه نسميها apostrophe s، the genitive apostrophe s، حمام الرجال على اليسار. لاحظ man مفرد رجل، men فقط نضع، نستبدل ال a ب e تصبح جمع، عند هذا نضع apostrophe s، إذن هذه s ملكية وليست s الجمع، انتبه لأنه سبقها apostrophe وبعدها نتبعها ب الاس. بهذا الشكل تكلمنا عن genitive apostrophe s، يعني المضاف اليه، كما في اللغه العربيه لدينا مضاف اليه، ايضا باللغه الانجليزيه لدينا، ايضا باللغه الانجليزيه لديهم مضاف اليه يسمونه genitive apostrophe s. اذا كان عندنا اسماء او حيوانات ممكن نستخدم الحالتين apostrophe s او نستخدم of. اذا كان اشياء او اماكن نستخدم of، إذا نستخدم of construction، تركيب be of. بعض الحالات ممكن نستخدم الحالتين apostrophe s أو نستخدم of. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.